السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات رمضان. كما شفتوا غادي نحضروا مع بعضياتنا تحلية تيراميسو بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة في أي بيت. كما غتشوفوا معايا هنا غنحتاج 600 مليلتر ديال الحليب، وغادي نضيف عليه واحد 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر تقدروا تزيدوا كما تقدروا تنقصوا على حسب الذوق ديالكم. وغادي نخلطوا مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليه 3 المعالق كبار ديال الدقيق ونخلط المكونات كاملين. بالنسبه لهذه الوصفه كما كنعرفوا تيراميسو الوصفه العاديه ديالو كيكون فيها الماسكاربون، فرماج ديال الماسكاربون، كما كيكون فيها البيض، يعني تيكون واحد الكميه كبيره ديال البيض. هنايا غنستعملوا فقط صفار بيضه، وفي عوض الماسكاربون غادي نستخدموا الجبن كريمي، اي جبن كريمي يعني متوفر عندكم تقدروا تستخدموه في هذه الوصفه، بشرط يكون غني بالكريمه، يعني يكون نسبه الدهون فيه عاليه جدا. غادي ناخد الخليط ديال الحليب مع الدقيق مع السكر ونديره فوق البوطه، غادي نبقى نخلط حتى يعقد عندي الخليط. كما كتشوفوا معايا هنايا الخليط عقاد مزيان، غادي نحيدوه وهو سخون. طبعا حال ما نخليوهش يبرد غادي نديروه في واحد الاناء، وكما قلت لكم وهو سخون غادي نضيفوا ليه واحد الكيس ديال الفانيلا. ما كنضيفوش في الاول باش داك الجهد ديالو ما كيمشيش، كيبقى عندنا النسمه ديال الفاني في الخليط ديالنا. وهنايا من بعد ما غندمج سكر فاني غادي نضيف الفرماج. بالنسبه للبنات اللي عايشين في المانيا انا استخدمت هذا النوع، هذا تيكون غني بالدهون، نتوما استخدموا اللي متوفر عندكم. غادي نضيف 250 غرام او لا رابعه ديال الفرماج هكا كامله في هذا الخليط هذا، وغادي نخلط. كما قلت لكم كيكون الخليط ساخن، يعني ما تخليوهش يبرد عاد تضيفوا الفرماج، كنضيفوا باش كي يدوب الفرماج دغيا وهو سخون. وغادي نخلط الخليط ديالي، وهكا غادي يكون الخليط واجد باش غادي نعمروا به الكؤوس ديالنا. وهنايا كما كتشوفوا الخليط ديالنا ولا واجد كريمي عاقد. غادي ندوز ناخذ شويه ديال القهوه كنديرها فخلطتها مع الماء طايب، وكنخليها هكا حتى كتبرد، وكناخذ هذا البسكوي ديال التيراميسو، وكنجيب الكؤوس اللي غادي نحط فيها الخليط او لا غادي نحط فيها التيراميسو، سواء بتديروا تقدروا ديروا قوالب فرديه كما تقدروا ديروا قالب جماعي. غادي ناخد البسكوي ديالي غنقسمه وغادي نفزقه بحال هكا في القهوه، ونبدا نديرو كقاعده هو الاول. بطبيعه الحال الجهه اللي كيكون فيها السكر كنديروها هي التحتانيه، وكنبدا نستف على هذه الطريقه هذه. ومن بعد كنضيف الكريمه، يعني كنضيف واحد الطبقه من الكريمه وطبقه من البسكويت، طبقه من الكريمه، حتى كنخلي طبقه الكريمه هي الفوقانيه. كنستمر على هذه العمليه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. Thank you.
كما كتشوفوا معايا كنقادوا الكؤوس ديالنا على هذا الشكل وكنرتبوهم مزيان، كنديروا لهم الكاكاو من الفوق للتزيين. بالنسبه للتزيين نتوما زينوا بالطريقه اللي كتعجبكم مع الفواكه او اللي نتوما كتحبوه. انا قدمته بهذا الشكل هذا، كيجي لذيذ ورائع وبسيط كما قلت لكم، طريقه سهله مهله كما كيقولوا، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. وكيجي على هذا الشكل هذا، بطبيعه الحال كنخليوه في الثلاجه يبرد مزيان وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.